وبمناسبة احتفال المملكة بيوم الطبيب البحريني، أصدرت جمعية الأطباء البحرينية كتابا وفيلما وثائقيا بمناسبة يوم الطبيب البحريني، رصدت من خلالهما التطورات الواسعة والخطوات لتطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، وما شهده هذا القطاع من نهضة غير مسبوقة في ظل العهد الساهر لجلالة الملك المفدى، وبدعم من سمو رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة من سمو ولي العهد. ويستعرض الكتاب والفيلم الوثائقي جهود الحكومة في دعم القطاع الصحي وكيف توسعت وتطورت الخدمات الصحية والعلاجية للسكان في مملكة البحرين، انطلاقا من مستشفى السلمانية الذي شهد العديد من التوسعات والإضافات والأقسام، إضافة إلى إنشاء مستشفيات أخرى متطورة تضاهي مستشفيات الدول المتقدمة مثل المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي، والتوسع في إنشاء المراكز الصحية لخدمة المواطنين في مختلف مناطق البحرين، وبرامج الرعاية الصحية والعلاج في الخارج وغيرها. وسلط الكتاب والفيلم الوثائقي الضوء على ما يحظى به الطبيب البحريني من اهتمام في مملكة البحرين، والذي توج مؤخرا بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على اعتماد يوم الطبيب البحريني في الأربعاء الأول من نوفمبر من كل عام، وتخصيص سموه جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني، انطلاقا من إدراك سموه بأن الطبيب يمثل الركن الأساسي في المنظومة الصحية في مملكة البحرين.